السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا خبر جديد وفيديو جديد عن أم جنى. أم جنى عملت إيه ومازن الصغنن إيه أخباره؟ هنعرف كل التفاصيل، لكن قبل ما نبتدي يا ريت ندعي على اللايك ونعمل اشتراك في القناة، وزي ما تعودنا في كل فيديو نصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لإخواتنا في غزة في سوريا ولبنان والسودان. ربنا يا رب ينصرهم يا رب ينصرهم يا رب يجبرهم يا رب، إن شاء الله يربط على قلوبهم وينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب امددهم بمدد من عندك يا رب نصرا عزيزا يا رب، يتعجب له اهل السماوات والارض. اللهم امين يا رب العالمين، كل المسلمين المستضعفين يا رب. نرجع لام جنى واخبار ام جنى. طبعا كل الناس طلعت انتقدتها وقنوات النقد ايه شعللت الدنيا بسبب فلوج الولاده، وام جوجو كانت لابسه هدوم شفافه وكانت لابسه لبس شفاف، والعورات والمشاهدات والدولارات هتجنن الناس و و و و و. طب احنا هنقول كلمه حق بما يرضي الله، ويا ريت تشاركوني يا اخواتي احلى عيله واحلى اخوات معايا على اليوتيوب رايكم في التعليقات. هل فعلا المفروض ان انا عشان اخش اعمل فلوج ولاده مش لازم بقى تخش معايا اوضه العمليات؟ احنا عارفين طبعا لبس العمليات بيكون شفاف، وده طلعت اتكلمت عليه اغلب القنوات. وعلى فكره ام جنى ما سكتتش، طبعا طلعت طيرت الرؤوس، ودي انذار ودي انذار ودي انذار، وايه وحلفت انها تقفل لهم القنوات. ليه كده يا ام جوجو؟ قالت لك عشان خاطر ان هم ايه طلعوا اتكلموا وطلعوا انتقدوني وطلعوا قالوا وطلعوا سووا و و و. طيب يا حبيبتي انت بتقولي ابني تعبان، وبتمنى يا رب وادعوا له ان ربنا يشفي، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. طب ايه اللي يخليكي يا حبيبتي تطلعي تقفلي لهم القنوات؟ انت اتفرجي على الفيديو وشوفي، انت ما بتكون الطرحه ملوحه كده بتقولي بصوا الطرحه اتلوحت، اصل رقبتي هتبان، اصل مش عارف ايه، فما بالك انت لابسه حاجه شفافه بمعنى كلمه شفافه. هما ليهم وجهه نظر، انت حاسه ان ده عادي فلوج ولاده عادي ومفيش مشكله ان انا اطلع بلبس الولاده او ان انا اطلع الناس تشوفني، ما انت رقبتك وباينه كلها ماشي، وكان في كمان حتت من راسك هنقول اللي حاطه البوني بتاع العمليات ده، لكن برضه مش هو ده اللي احنا واخدين على ام جنى تطلع بيه، مش هو ده اللبس المحتشم او المحترم، او بالنسبه ان انت ست محجبه طبعا ربنا يصلح حالنا وحالك، لكن انت تطلعي كده عشان خاطر الترند او خاطر المشاهدات او خاطر الدولارات، ده برضو احنا ما بنقولش عليه ان هو صح، لا. ممكن الله اعلم، زي ما احنا عارفين يا جماعه الخير ان ام جنى عفويه، بتطلع بطبيعتها، بتطلع ب يعني ما بتحطش مثلا رتوش كده على الفيديو او مونتاج على الفيديو، بكل اريحيه وطبيعتها. بس بالله عليك يا ام جوجو انا لي عندك عتاب هنقول لك بقى يا ام مازن، بما ان ايه ربنا يخلي مازن كده هو المولود الجديد. بصي يا ام مازن، انت حبيبتي ما شاء الله بعد ما ولدت بكام ساعه او بيوم تقريبا او 24 ساعه يعني لقيتك جايبه برده الاكل وعامله وقاعده وبتاكلي وبتشربي. طيب معلش ربنا يوسع عنا وعلى الجميع، في ناس تانية مش قادره تجيب، في ناس تانية مش معاها، يعني انت يا هتتحسدي يا هتحصري الناس، في كلتا الحالتين انت هتنضري. يعني انا لما اكون جايبه اكله حلوه وقاعده باكلها قدام واحده مش قادره، او واحد او عيله مش قادره يعني تجيب حتى شويه فول وطعميه، او تجيب حتى شويه جوانح فراخ تعمل عليهم شويه طبيخ. طبعا هكلمكم بالبلدي كده عندنا وبالعاميه، الواحده لما بتأذن معاها خالص بتقولك اجيب شويه جوانح ولا هياكلوا واعمل عليهم شويه طبيخ ورز وبتاع للعيال هتاكلوا ايه والدنيا هتمشي. لما تروح انت بقى تجيبي الفراخ وتجيبي كفته وتجيبي ده وتجيبي ده وتقعدي قدام الناس اللي هي مش قادره زي ما قلنا تجيب وتاكل، هل ده كويس؟ هل ده انت شايفه ان ده حاجه عاديه مثلا؟ لا، ممكن حد يحسدك، ممكن الناس تدعي عليكي مثلا دعوه مش كويسه، اصل انت طالعه تعتبر ان انت كده بتشغفيهم على الحاجه، ان انا مش قادره اجيب الحاجه دي وانت جايباها وقاعده بتاكليها قدامي زي ما كل كده طالعه بتغزيني، فهماني؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك لما بيكون الواحد داخل بكيس فاكهه يا ريت يداريه. ليه؟ لان ممكن عيال الجيران يشوفوا
اللي في ايد ابنك وما يطلعش ولدك يغيظ ولدي، يعني ما يطلعش ابنك مثلا بيت تفاحه وجارك مش قادر يجيب كيلو برتقال، يطلعش ابنك يغيظ ابنه. هتدي لجارك منها خير وبركه، مش امكانياتك ما تسمحش ان انت تقدر تدي لجارك، يبقى انت تداري الحاجه دي. فما بالك انت طالعه وعندك ما شاء الله الاف المتابعين والاف المشاهدات، فما ينفعش يا ام مازن نطلع كده على العلن زي يكون احنا بنغيظ الناس. انا قادره اجيب وانا قادره بعمل. معلش احنا هنرجع لورا شويه كده يا ام مازن، اول ما ابتديتي كنت بتقدري تجيبي الحاجه دي؟ يعني معنى كده ان اليوتيوب ومشاهدات اليوتيوب هي اللي ما شاء الله وسعت عليك. احنا ما بنحسدش، اللهم لا حسد، ما شاء الله الله اكبر اهو ماشي، وهنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لكن لولا مشاهدات اليوتيوب واليوتيوب كنت هتقدري تطلعي تجيبي اكل زي اللي انت بتعمليه. والنهارده عملت اطعام بنيت ان ربنا يشفي ابنك يا ستي، يا رب يشفي ابنك ويوسع علينا وعلى المسلمين والناس كلها تتعب تعمل اطعام. قال النقم هتحش النقم زي ما بنقول كده عندنا بالبلدي، بس برضو ما تطلعيش وتعملي وتحطي وما شاء الله والاكل اتبزغ، وتدي للعيال وتدي لابو العيال. يعني حاولي يبقى الموضوع متغطي شويه، حاولي يبقى الموضوع متغطي شويه او اقل من كده شويه. احنا مش طبعا الواحد ما يقدرش ينكر نعمه ربنا عليه، لا طبعا، فاما بنعمه ربك فحدث، لكن ما نقعدش مش بالبزغ ده. ربنا ما قالش نعمله كده على اليوتيوب. يعني انت عايزه تلم مشاهدات ده حقك، بس بالعقل، نتكلم بالعقل. فلوج الولاده كان زايد عن حده شويه. حته بقى ان انت وضحت الموضوع وطلعت عملت انذار، طب ليه بتعملي انذارات؟ قلنا قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. هو انا عشان ما بتفقش معاك وبنتقدك وبقول لك الصح من الغلط، انت تطلعي تقولي لا انا كلامي انا اللي صح، وهو انا هعمل فيكم كده، وعند ربنا تجتمع الخصوم، وفعلا عند ربنا ان شاء الله تجتمع الخصوم. لكن انا بنتقد، اسمها قناه نقد، بس مش مع ذلك ان انا بدافع عن قنوات النقد، لا، في قنوات نقد فعلا عايزه الحرق. انا بدخل بسمع ده وبسمع ده، فعشان احنا ما نظلمش حد لحد، في ناس فعلا قنوات نقد مطبلاطيه مطبلاطيه وفعلا عايزه الحرق. لكن في قنوات نقد انت طالعه على السوشيال ميديا، معنى كده ان انت معرضه روحك لاي نقد، ولازم تتقبليه النقد، لازم تتقبلي. لان انا اللي طلعت عرضت حياتي، وانا ما روحتش عندك البيت وخبطت ودخلتك قلت لك يا ام مازن، او دخلت عندك قلت لك يا ام مازن وريني انت بتاكلي ايه او بتشربي ايه او بتعملي ايه النهارده، او خليني اصورك فلوج الولاده بتاعك. لا، انت اللي صورتي فلوج الولاده لنفسك، وانت اللي بتعرضي اكلك وبتعرضي مشاكلك على السوشيال ميديا. برضو في نقد انا ما عجبنيش صراحه، في واحده بتقول لها فين اهلك، هو انت كنت عدمت اهلك ليه، راح تولدي انت وجوزك وعيالك بس مش عارف ايه. هو انت يعني معلش، دي خصوصيات، دي خصوصيات، احنا نقول اللي لينا واللي علينا. انا واحده اهلي مثلا مشغولين، او انت عارفه ان والدتها تعبانه واختها مع والدتها والحاجات دي كلها، فمش لازم يعني تطلعي تحطي التاتش بتاعك. احنا نقول اللي لينا واللي علينا، مين ليه حق ينتقد، ومين اللي ملوش حق ينتقد، او مين اللي ملوش حق انت تتكلمي في مواضيع معينه دي ما فيهاش يعني انت تتكلمي فيها. فلوج الولاده اتكلمت عليه تمام، حته الاكل تمام، لكن حته ان انت فين اهلك، فين انت رايحه جوزك وعيالك بس، يا ستي انت ايه اللي دخلك في موضوعها ده؟ دي هي حياتها وهي قادره بيها. طب يا جماعه الخير كده وصلنا لاخر الفيديو، بالله عليكم ما تنسوا تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناه وتكتبوا لي كومنت حلو، وما ننساش اوعوا بالله عليكم ما تنسوا الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، والدعاء لاخواتنا في غزه وسوريا لبنان والسودان ان شاء الله ربنا ينصرهم، والسلام عليكم.